مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة بعنوان مخاطر التغير المناخي على الصحة والبيئة. البيئة والإنسان في خطر، صرخة تلقاتها مجموعة من الجمعيات والدراسات اللي كتشير لتأثير التغيرات المناخية على الإنسان والطبيعة. الإنسان هو المسؤول الأول على التغيرات المناخية اللي كيعرفها العالم اليوم واللي كتأثر بالسلب على الحياة الإنسانية. قطع الأشجار وتحويل الغابات إلى مزارع ومصانع ومساكن، والإفراط في استهلاك المراعي، واللجوء إلى استخدام الأسمدة الكيمائية والمبيدات، واستنفاد الفرشات المائية، وإلقاء المقذوفات الغازية من المصانع ومن وسائل النقل، كل هذه العوامل كتؤدي إلى الإخلال بتوازن النظم البيئية، وكينعكس الأثر ديالها في نهاية المطاف على حياة الإنسان بسبب التغيرات المناخية. التغير المناخي هو خلل في الأنظمة الإيكولوجية اللي كيتسبب فيه الانبعاثات ديال الغازات الدافئة اللي كتأثر سلبا على الفرشة المائية الجوفية والسطحية والغطاء النباتي والتربة. أشنو هي الاستراتيجية اللي كينهجها المغرب لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية؟ لتصدي لهذه الظاهرة والحد من المخاطر ديالها، نهج المغرب العديد من السياسات السوسيو اقتصادية، نذكر منها على سبيل المثال مخططين الأخضر والأزرق والسياسة المائية وإدماج البعد المناخي في مشاريع التنمية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذلك اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. وما ننسوش البيئة منبع الحياة وأمل المستقبل، نحافظوا عليها جميعا.